كان الواجب عليهم بدل ما يبذلوا هذه الجهود في الآثام وفي المعاصي، كان عليهم أن يبذلوها في الطاعات وفي الخيرات في هذه الأيام المباركة، ويوصلوا الدقيق، ويوصلوا يعني الخبز، ويوصلوا الدواء لأهل درنا المحاصرين الذين يحاصرونهم الظلمة. فإن عمل الذي يقوم به جيران أهل درنا لا يرضاه حتى اليهود، حتى اليهود لا يرضونه. هذا عيد، وهذا يتسامح، وهذا يعني صفح، وهؤلاء إخوانكم وهؤلاء المسلمون، كيف تسمعون كلام الظلم الطغاة الفجرة وتقول يعني يقول لكم يعني حاصروهم واقتلوهم واخنقوهم؟ كيف تقبلون هذا الكلام يعني وتعرضون عن أمر الله وعمل رسوله بحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى خلق الله والإحسان إلى جيرانكم ولا إخوانكم؟ كيف تفعلون هذا وترتكبون هذه الأثام؟ عليكم أن تتوبوا إلى الله، عليكم أن تتوبوا إلى الله يا جيران أهل درنا، فأنتم مسؤولون مسؤولية كبيرة. ولا يغرنكم الله تعالى تبارك وتعالى يمهلكم، وهذا من استدراجه، وهذا من يعني ليحصل للإنسان عندما يعني يرتكب المعاصي ويرتكب الأثام ويجد الله تبارك وتعالى يمهله ويعفو عنه. هذه فتنة، هذه فتنة من الله، وهذا استدراج، وهذه عقوبة، عقوبة عاجلة من الله. لا تظنون أنكم يعني الله عز وجل يريد بكم خيرا، فعليكم أن تتوبوا إلى الله وتوصلوا الدقيق وتوصلوا القوت، فهذا واجب عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، اللي يحبس هرة يدخل النار، فكيف بمن يحبس 100,000 ولا 150,000 ويمنع عنهم ضرورة الحياة؟ هذا فيما يتعلق بالتهريب.